يا أمير المؤمنين عايز تشوف الظالمين. يا أمير المؤمنين حسن المدني، عضو الاتحاد الجهوي نقابة 43 مالات تابع الاتحاد المغربي للشغل. احنا حاضرين هنا كنتابعوا الافراغ ديال هذه المخبزه. الافراغ ماشي، هنا كاين صراع ما بين المالك ديال المخبزه والاخ ديالو، ولكن كان هاد الناس جاوا باش يفرغوا حتى الاجراء، هاد الاجراء اللي كاين فيهم اللي راكم اكثر من 20 عام ديال الاشتغال. للاسف حنا تنقولوا لهم حنا ما عندنا صراع مع حتى شي حد، حنا هنا باش نقولوا بانه خاص تم المحافظه على مناصب الشغل ديال هاد الاجراء، وكذلك المحافظه على الاقدميه ديالهم اللي راكموها لمده سنوات. لهذا كنطالبوا من جميع المسؤولين انهم ياخذوا بعين الاعتبار تواجد ديال هاد الاجراء اللي راكموا واحد السنوات ديال الاقدميه وديال الاشتغال في هاد المخبزه. اسم كاتب العام ديال النقابه ديال اللي تاسست في المخبزه هذه ديال يو ام تي ديال الاتحاد المغربي للشغل. احنا جانا واحد الحكم بالافراغ، تفاجئنا به المره الاولى والمره الثانيه هذه دابا. والناس هنا خدامين مده 20 عام، وجا الحكم باننا حنا غادي نخدموا بعقد جديد. احنا ما فهمنا والو، واش الانسان خدام مثلا 20 عام ومكون اسره، واضافه الى تنفيذ هذه ينفذوا نهار 31 كاع جميع العمال مازال ما استخلصوش الاجره ديالهم، وتابعهم الكرا، وتابعهم الدخول المدرسي هذا، والمصير ديالنا ما عرفنا فين. هاد المخبزه كتواجد في مدينه سلا بالضبط باب بوحاجه، حتى كنتفاجئوا بهذا النهار بان جايو المخبزه قال لك يخرجنا. وحنا 22 عام وحنا خدامين هنايا، والسيد اللي تنعرفو هو هذاك السيد، سيدي محمد العلامي هو اللي خدام هنايا، ودابا السيد خو كيطلب منا نخرجوا بلا حتى شي حاجه، وكاين هنا 35 عائله معيشه عائلات اخرين، وشنو دابا المصير ديالنا؟ قال لك الا ما خرجتوش نعتقلكم. حنا مستعدين نتعتقلوا كاملين. انا سميتي سيدي محمد العلامي، انا اللي بنيت هذه المخبزه، انا وخاي كانت فران قديم تابع الملاح، وعندها العنوان من الملاح شريع بني مارين هذه المخبزه، وانا اللي كنسيرها، وهو كان كيعيش برا من فوق 2000 قل يعني شي 50 البني قبل بنيتها ياك، والاخ ديالي على برا ما عارف حتى شي حاجه. ومن بعد ما بنيتها دايرين انا وياه شركه على جوج، من بعد دوزنا واحد المده الامور غاديه نيشان هي هذه، كنتحاسبوا كل شيء، كنشريو ماتريال المخبزه دايره في سميتو هو. علاش؟ بحكم انا كنت ديك الساعه ما كنعرفش شاي، دايره في سميتو هو وقاري عليا، هو قاري عليا حتى حرامت ماشي الخدمه، خدمه لا ما غيعرفش الخدمه ياك. ناض زور عليا واحد الورقه كتبها بيدو بخط يدو، وغنوريوها لكم كتبها بخط يدو، وانا التوقيع ديالي، انا التوقيع ديالي، ولكن داك الشيء كتب فيها انا وقعت له علاش غيشري واحد الارض في حي السلام. هذه دابا مده شي 18 عام ولا 19 عام، وداك الورقه قال لي تلفات ليا، وداك الشيء خلاها عنده منعسه. واحد الوقيته جاب واحد السيده قال لك يعطيها مده، دابا هذه شي 19 عام من زور على داك الورقه، بقى كيتلاعب بيا كيتلاعب بيا. واحد الايام تمرت ثلاثه دخترات وانا كان لي فاغيس كان عمليات عليهم ياك، وكنحل من الخمسه ديال الصباح، ورا الكليان تيعرفوني هما اللي يجوا يشهدوا، خلي الكليان هما اللي يشهدوا، الكليان والخدام وداك الشيء. وهاد الخدام انا اللي جبتهم، انا اللي جبتهم وخدمتهم هنا، كيخدموا بدراعهم ما كنصدق عليهم ما والو، كيعديو واحد الواجب كياخذوا فيه عليهم مقابل. انا اللي كتعرفني الدوله في الضرائب في لاكي سوسيال في كل شيء، انا اللي كيعرف ما تيعرفوش هو كاع ما تيعرفوش، وجا فائده بيا قادر قال لك تخرج انت وهادي، والمحكمه باقي كتجاري، باقي انا وياه في المحكمه، حكمت لي بسميتو. وعنده اول حاجه العنوان غلط، عنده العنوان في التنفيذ فيه شارع جوج مارس، وانا عندي العنوان ديال العقد ديال المخبزه، ها هو غنوريه لك العقد ديالها، العقد ديالها ديال داك التاريخ فيها شارع بني مارين رقم واحد الملاح القديم. الحكم اللي حكمت عليا المحكمة التجارية ديال الرباط والمحكمة التجارية ديال الدار البيضاء، حكموا عليا إلا ما بغيتش نخرج نخلص 200 درهم، هذا هو حكم ديال القضاء، وأحترم القضاء ما هضروش عليه. قلت له إيه، وباقي استنفت أنا على ذاك الحكم، بقات
فاذا به جاب لي عنوان من هنايا وخشق مني ودار العنوان من هنا باش ينفذ عليا. علاش؟ حيت الوثيقه اللي مزور عليا دايره من هذا الشارع، وهذا الشارع كان فيه سينما هنايا، اللونسمون ديال السينما، عاد حل البيبان من هنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.